الفيديو ده انا يعني عامله مخصوص عشان ابتدي ادعو زمايلي واساتذتي وكل الناس المهتمه بكوزمتولوجي او جراحه التجميل او اطباء الجلديه والتجميل عشان يحضروا الاي تي اي ان شاء الله. هيكون يوم 6 او 7 سبتمبر في هيلتون مصر الجديده اللي هو كان فيرمونت. المؤتمر ده مهم جدا، احنا جايبين سبيكرز من كل انحاء العالم عشان يبتدوا يعلمونا كل ما هو جديد في مجال التجميل اذا كان جراحه او جلديه، كل انواع الليزرز، كل انواع الانجكتبلز، كل انواع الثريدز. حتى في الجراحات في ناس هتتكلم في مواضيع كتير زي ال 4D لايف سكالتشر، البريست سيرجري، الفيشيال سيرجريز، كل ما هو جديد في جراحات التجميل وعلم الكوزمتولوجي والجلديه. واتمنى ان احنا كلنا ناخد الفرصه دي ان احنا نشارك في المؤتمر عشان يكون الاستفاده على اعلى مستوى، وهي قاعده عريضه كبيره من الاطباء الصغار او زمايلنا الصغيرين اللي لسه محتاجين يعرفوا كل ما هو جديد في جراحات التجميل وهي امراض الجلديه وعلاجات الليزر. يشرفونا وان شاء الله نكون عن حسن ظنكم ونقدم لكم حاجه تشرفنا وتشرف مصر زي ما عملنا السنه اللي فاتت. مستنيينكم ان شاء الله.